بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. موضوعنا النهاردة من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا، إصحاح 8 عدد 17. بيقول: إن كنا أولاد فإننا ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح، فإن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. يعني مفيش مجد من غير ألم. ويبقى الباب الوحيد اللي يوصل للمجد والكرامة هو باب الألم، وباب التعب، باب الضيق، باب الاحتمال. طب هو يعني لازم المسيحيين يبقوا متألمين، ولازم المسيحيين يبقوا مضطهدين، ولازم المسيحيين يعيشوا الألم؟ أمال هم ازاي ولاد الله؟ وازاي هم مختارين ومميزين؟ تعالوا نبص كده في الحكايه دي. انا لما امشي في الشارع ويبقى في شجره وقعت عليا برتقانة، خدوا بالكم، أنا ماشي في الشارع وفي شجرة وقعت عليا برتقانة، يبقى الشجرة دي شجرة إيه؟ لا مش سامع، برتقان. أصل من الثمرة تعرف الشجرة، وشجرة الحياة هي المسيح، واحنا كلنا اغصان في هذه الشجره. فاذا كان المسيح نفسه احتمل الالم، يبقى صفه الاغصان ايضا ان تكون متالمه. طب انا مالي ومال الموضوع ده؟ هو احتمل الالم، هو اله، هو المسيح، لكن انا هحتمل الالم ليه؟ بصوا معايا، لما بتروح تتعمد او تعمد ابنك، ابونا الكاهن اللي بيعمدك قبل ما بيعمدك بيدهنك بالزيت. وعاوز نحفظ مع بعض الست كلمات اللي هقولهم دول. قبل ابونا ما بينزلك في المية بيدهنك بالزيت، وبيقول لك ادهنك يا فلان بدهن الفرح، ويعمل صليب على صدرك لتغرس في دراعك الشمال، وصليب في شجرة الزيتون اللذيذة في دراعك اليمين، وصليب، وفي ظهرك في كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. ادهنك يا فلان بدهن الفرح
لتغرس في شجرة الزيتون اللذيذة. شجرة الزيتون اللذيذة هي المسيح. وأنا قبلا كنت زيتونة مرة، كنت زيتونة ملهاش لازمة. وجه أبونا خدني وراح غارسني في جنب المسيح المطعون، عشان كده في الدراع اليمين بيقول في شجرة الزيتون اللذيذة غارسني في جنب المسيح المطعون. وبقيت أنا كده غصن في جنب المسيح المطعون، وأنا وإنتوا بقينا أعضاء في جسم المسيح من لحمه ومن عظمه. إذا كان الجزع كله من صفاته أنه احتمل الألم حتى الموت حتى الصليب، يبقى الأغصان ديت هتحتمل هي إيه كمان؟ تحتمل إيه؟ الألم حتى الموت. وبالتالي لأني أنا أصبحت عضو في جسم المسيح، والمسيح هو المتألم والمسيح هو المصلوب، يبقى أنا كمان أعيش إيه؟ متألما، علشان أكون أنا إيه؟ أوصل للغرض أو لدرجة المجد مع المسيح. ولما أنا أكون مغروس في جنب المسيح المطعون، يبقى جرن المعمودية ده هو جنب المسيح المطعون، وأبونا لما بيغرسني في جرن المعمودية بيسقطني في جرن المعمودية، يبقى كأنه بيغطسني جوه جنب المسيح المطعون، ياخدني في جنبه، وصرت أنا جوه جنب المسيح المطعون. طب تعالوا هبص كده، سليمان الحكيم قال في الحتة دي حتة تعبير رائع جدا، رغم أنه سليمان قبل المسيح بمئات السنين، لكن قال تعبير رائع جدا في الموضوع ده. قال ايه؟ قال يا حمامتي الوديعة في محاجئ الصخر في ستر العلي. بيترجم نفس الآية اللي أبوه داود قالها. داود قال الساكن في ستر العلي يستريح في ظل إله السماء. دي هي دي. ايه اللي تقصده يا سليمان؟ الحمامة الوديعة هي الكنيسة. الحمامة الوديعة هي الكنيسة. تخيل كده في صقر واقف في الصحراء وشاف حمامتين، حمامة سليمة وحمامة مجروحة متألمة، وهو جعان، هيجري ورا مين؟ طائر جارح جعان، وقدامه حمامتين، واحدة سليمة وعافية والتانية مجروحة وبتنزف دم، متألمة موجوعة، هيجري ورا مين؟ الموجوعة المتألمة، لأنه ضامنها. فجات المتألمة دي بتجري على مهلها ومش قادرة تطير، لقت في الصخر في شق، لقت في الصخرة في شق، راحت داخلة جوه الشق. يعمل لها ايه الصقر الجعان ده؟ يقدر يمسها بأذى؟ هي متألمة، ولأنها متألمة ما قدرتش تطير زي الحمامة التانية، وبالتالي لقت الشق اللي موجود في الصخرة دخلت جواه. أما الحمامة التانية فهي عافية، عندها وملكت أيمانهم وعندهم مسكين كل حاجة واخدين كل شيء، وعندهم القوة وعندهم السلاح وعندهم كل شيء، ما يهمهمش، عايشين بالطول والعرض. إنما الحمامة المتألمة، الكنيسة المتألمة، لأنها محمية في الصخر. فمين اللي انتصر هنا؟ مين؟ سمعوني، الحمامة المتألمة ولا الصقر؟ مين؟ يبقى مين اللي تمجد هنا؟ الحمامة المتألمة هي نالت المجد، ولا الحمامة ولا الصقر هو اللي نال المجد؟ يقوم يطير هو دقة ورا الحمامة التانية لحد ما يتعبها وبعدين يبقى يمسكها. يبقى هنا أنا وإنتم انغرسنا في جنب المسيح جوه جرن المعمودية، فقد لبسنا المسيح، والمسيح ما عرفناه إلا مصلوبا، والمسيح ما عرفناه إلا متألما، والمسيح ما عرفناه إلا أنه كان يجول
يصنع خيرا، يسهر ليالي طويلة ويسافر المسافات بعيدة عشان خاطر يقابل الست السامرية ويصنع معاها خير، يمشي مسافة 4 أيام عشان يروح يقوم لعازر. وبالتالي كان يحيى حياة الألم، فأنا لأني عضو في جسم المسيح أنا أيضا أحمل حياة الألم. ليه؟ لأني شايف المجد اللي جاي. إزاي شايف المجد؟ تخيل كده، 2 داخلين مصارعة، وفي حلبة المصارعة 2، وكل واحد أقوى من التاني، كل واحد فيهم عارف أنه هو هيتعجن علقة محترمة قوي ولا مش عارف؟ ها؟ عارف ممكن يتخرشم ولا داخل ضامن نفسه؟ عارف ممكن عينيه تضيع؟ عارف ممكن مناخيره تتكسر؟ عارف انه ممكن كتفه يتخلع؟ عارف ممكن ياخد خبطة يموت فيها؟ عارف كل ده. وايه اللي جبره على كده؟ ايه اللي خلاه يخش الحلبة المصارعة؟ لانه شايف بعينيه المكافأة اكبر بكتير من الضرب اللي هو هيتعجنه، اكتر بكتير من المصارعة اللي هو ياخدها، شايف بعينه المكافأة شكلها قد ايه، المكسب المادي والشهادة والكاس اللي هياخده قد ايه. عشان كده عنده هدف. ايه هو الهدف؟ هذه المكافأة. فالكنيسة المتألمة محتملة وسعيدة وفرحانة بهذا الألم. ليه؟ لأنها عينيها شايفة المكافأة في ملكوت السماوات. انتوا كلكم شفتم 21 واحد اللي اندبحوا في ليبيا، شفتوهم ولا ما شفتهمش؟ كانت كلهم عينيهم مالها؟ شاخصة نحو السماء. ما شفناش فيهم واحد بكى، ما شفناش فيهم واحد خاف، ما سمعناش واحد قال أي خالص. ليه؟ أصلهم شافوا المكافأة، شافوا الإكليل، فأصبح الذبح بالنسبة لهم ولا حاجة، هين جدا. ليه؟ لأنهم يحيون إن كنا نتألم معه فلكي. ها؟ لا سمعوني بقى، أنا هطلع من عندكم ناسي ولا إيه؟ إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. عمرنا ما هنتمجد إلا إذا كان لينا هدف، وإحنا شايفين المكافأة وشايفين الهدف بتاعنا هنوصل له إزاي. لا يمكن نوصل له إلا عن طريق الشوك أو عن طريق الألم. يبقى الباب الوحيد للمجد هو فني حتة. ها؟ الباب الوحيد للمجد هو إيه؟ الألم. طيب أنا بقى مديون قوي للست العذراء، مديون قوي، عشت جواها، جوا كنيستها 22 سنة و7 شهور، اتولدت فيها وعشت فيها 22 سنة و7 شهور، ولحد عمر 34 سنة وأنا ملاصق ليها في الكنيسة. لذا أنا مديون للعذراء. فلا يمكن أفوت المناسبة النهاردة إلا ما طبق هذه الآية، إن كنا نتألم معه. ها؟ قولوا معايا. طيب، إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. هنشوف الموضوع ده مع العذراء كان شكله إيه. يعني هقلب الموضوع كله من إنه إحنا نتألم وناخد المكسب. هنشوف العذراء منذ نعومة أظافرها، هل تحملت الألم وأخذت المكافأة ولا لأ؟ هل تحملت الألم وتمجدت فيما بعد ولا لا؟ هنشوف. أول حاجة، أولا هي كانت جاية على وحشة، أبوها وأمها عجزوا وما عندهمش عيال، وخلفوها على كبر، فهي البنبناية المرونج لسيه اللي جيل الأسرة ديت. عند ما بلغت 2.5 أو 3 سنين في الحدود دي، راح أبوها وأمها خدوها ودوها الهيكل. الله، ده انتوا مفروض تعززوها وتكرموها وتحضنوها وما تسيبوهاش وتبقى نصب عينيكم، لكن من صغرها كده خدوها ودوها دار الإيواء في الهيكل، يعني ملجأ. يبقى من صغرها، من نعومة أظافرها، اتحرمت من حضن أمها، اتحرمت من طبطبة أبوها،
اتحرمت من نظرة أمها ليها، اتحرمت من اللعب. هو تفتكروا اللي بيروحوا الملجأ دول بيلعبوا؟ دول بيتبهدلوا يا عيني، وبيتمرمطوا وبيتشخط فيهم وبيتجلدوا وبينضربوا، وياكلوا بنظام ويشربوا بنظام، واللي ما يعاتبوا الاكل ما ياكلش، ان شاء الله ما اكل. فهي من صغرها. طب وبعدين احنا هنطبخ لهم وناكلهم بس؟ لا، ده هي تعمل اكلها بنفسها، وتشيل مطرحها وتطبق سريرها وتنظف كل حاجه. يعني من وهي عندها سنتين ونص 3 سنين اتحرمت من حضن ابوها وامها، ودوها دار الايواء في الهيكل. ده احتمال رهيب. تخيلوا كده، لو ده انا فاكر وانا صغنن لما ودوني الحضانه وانا عندي 4 سنين، قعدت يمكن اسبوع اعيط من ساعه ما اخرج من البيت لحد ما الاقي امي جايه تاخدني من باب الحضانه بعد الجرس ما يضرب بتاع المروح. وطول الاسبوع انا بعيط، ولما يضرب الجرس اروح عند البوابه بتاع الباب وابص كده، امي جت ولا لا، اختي جت تاخدني ولا لا، وعياط. فتخيل دي امها وابوها ودوها وسابوها، يبقى اتألمت ولا ما اتألمتش؟ طب هي لسه ما تعرفش ما معنى الالم، وما تعرفش ان هناك مكافاه للالم، دي لسه عيله صغيره، ولكنها احتملت. 2، في بيت ابوها وامها ممكن تقول لا انا ما بحبش الاكل ده، لا انا مش عايز اعيش البلد، انا عايز اعيش فينه، لا انا مش عارف ايه. مش عيالكم الصغيرين بيحكموا عليكم تنزلوا تجيبوا لهم الشيبسي والزبادي والبيبسي ومش عارف ايه في نص الليل، وتقعدي تطبطبي على الواد وتحيليه وتعملي له اراجوز عشان ياكل او عشان يشرب، وتقعدي تضحكي فيه عشان ياكل، ومش عايز اللبن تضطري تعملي له اللبن في الجوافة ولا في الموز عشان يشربه؟ مش كده برضو ولا ايه؟ لكن دي ما فيش، هو ده اللي هتاكليه، تاكلتيه كلتيه ان شاء الله ما كلتي. ولكنها كانت بتاكل وتفوض من اكلها وتديه للفقراء وهي عيلة صغيرة. ايه ده؟ ده اكيد قلبها ده قلب تاني، اكيد عقلها عقل تاني، اكيد مخها ده فيه شيء تاني خالص، وعينيها شايفة حاجة تانية احنا مش شايفينها منذ نعومة اظافرها وهي محتملة الالم، ولكنها شاكرة وكانت بتدبر كل الامور مظبوط. 3، كبرت بقى عندها 12 سنة. البت في اعدادي دلوقتي بتحلم بالعريس. البت في اعدادي دلوقتي بتمسك التليفون وتقعد تلعب فيه وتعمل شات على الفيسبوك مع واد مز وواد مش عارف شكله ايه، واد ايه، وده حلو وده وحش، وتسأل وبتعرف كل حاجة. البت النهاردة لما بتتخرج من الجامعة بتتحكم في ابوها وامها، ما حدش يفرض عليها عريس، وتقول لك انا ما بحبش جواز الصالونات يا ابونا، انا لا 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 انا لازم اعرفه. طب اعرفي يا حبيبتي براحتك. لكن العذراء مريم وهي عندها 12 سنة ما كانش ليها حق انها تختار تتبتل ولا تتجوز، اي طريق من الاثنين ما كانش ليها حق، اتفرض عليها انها تتجوز، خلاص استسلمت هتجوز. اي واحدة طبعا في سن 12 سنة عايزة واد عنده 20، وبعدين ده جاي ياخدها من الهيكل، فلما يكون جاي ياخدها من الهيكل بتاع ربنا ده المفروض يكون ابوه العمدة، المفروض يكون غني جدا، عنده املاك كتيرة، لانه جاي ياخد واحدة من المندورين لربنا، ده جاي ياخد واحدة من الندر بتاع ربنا، فلازم يكون من الاغنياء. ده جالها واحد يا ولداه ما حلتوش اللضا. وبعدين راجل عجوز ومكحكح وفي سوق الرجاله ما يسواش حاجه، مسلم نمره من زمان خلصان خالص. والدليل على انه عجوز، خدوا بالكم احنا في نعمه ان الكنيسه فيها كنب بنقعد عليه. زمان كنيسه العهد القديم ما كانش فيها الكنب ولا الكراسي، كان الكل يقف. طب والناس العواجيز المكساحين اللي فوق 90 سنة يعملوا ايه؟ كان كل واحد له عصاية يتكئ عليها بس، له عصاية يتسند عليها بس في الهيكل. فيوسف كان له عصاية، والدليل ان هم لما اختاروا العصيان طلعت القرى على عصاية مين؟ يوسف. يبقى كان راجل عجوز ومكحكح، يا ولده هتتجوزي واحد يفسحك؟ لا. هتتجوزي واحد يهنيكي؟ لا.
هتتجوزي واحد يدافع عنك لو هجم عليك ديب؟ لا. امال هتتجوزي واحد تعملي بيه ايه؟ هخدمه خدامة، اكله واشربه ونيمه واعمل كل حاجة وابقى تحت رجليه خدامة. فيكو حد يقبل كده على نفسه، على بنته، على حتى امه لو ترملت وعايزة تتجوز، حد يقبل على نفسه كده؟ ابدا. ولكنها قبلت، سلمت كل حياتها لربنا. ونكون انك انت تسلم حياتك لربنا ده فيه الم كبير جدا لازم تحتمله. ما هو اللي بيسلم حياته لربنا اوعى تفتكر هيجيلك ملايكه تسندك، اوعى تفتكر ربنا هيديك معونه كتيره تغلب بيها كل الناس. لا، ده هيديك معونه في قلبك من جوه، هيديك معونه في ايمانك، هيديك معونه في قوه احتمالك، هيشيل معاك. وبالتالي يبقى العذراء نمره اربعه عملت ايه؟ اتجوزت ايه؟ راجل ماله متقدم في الايام، عجوز جدا، شيء جميل، لانها احتملت كل هذه الامور، اتمجدت ان رئيس الملائكه يجدها وهي بتصلي. مين فينا ما بيتمناش انه يحلم بابوه اللي ميت، او بام اللي ماتت، او بجوزها اللي مات، او بمراته اللي ماتت، يحلم بيها بس. فما حال العذراء مريم؟ مش بتحلم، ده جالها رئيس الملائكة عيانا بيانا كده وقال لها السلام لك ايتها المملوءة نعمة، لانك تألمتي تستحقين التمجيد، ان يجيلك رئيس الملائكة لحد عندك ويقولك السلام لك ايتها المملوءة نعمة. ده لو واحد جاله جواب من رئيس الجمهورية بيصوره ويعلقه في باترينا كبيرة كده ويفرج بيه كل الناس، وكل الناس تحكي ان فلان دوت جاله جواب من رئيس الجمهورية. لكن العذراء مريم جالها ايه؟ رئيس الملائكة نفسه ومرسل من قبل الله. يبقى اتمجدت العذراء مريم باحتمالها للألم امتى؟ لما جالها الملاك وقال لها ايه؟ السلام لك ايتها المملوءة نعمة، الرب معك، مباركة انت في النساء، والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. امتى؟ لان الروح القدس هيحل عليك وقوة العلي تظللك. الله، حبلة العذراء مريم وهي واثقة وعارفة ان هذا الحبل منين؟ من الروح القدس. بصت لقت يوسف الشك في عينيه، بس راجل عجوز يا ولداه ومؤدب، مش عاوز يكلمها ويجرح مشاعرها. خدوا بالكم الكتاب المقدس بيعلمنا ايه؟ الشك في عينين يوسف، بس لانه مؤدب وابن ربنا مش عاوز يجرح مشاعرها. تخيل كده لو واحد في البيت ودخل لقى مراته ماسكة التليفون وعمالة تكتب فيه ولا تعمل حاجة، تعملي ايه؟ مين اللي معاك على التليفون؟ انا فاهمين، هاتي لابوك وامك يقولوا لي كان مين اللي معاك في التليفون، مش كده برضو؟ هي دي الاخلاق المسيحيه؟ يوسف علمنا الاخلاق المسيحيه، كان من ادبه مش قادر يواجهها ولا يكلمها ولا يقول لها حاجه، وهي تقول له انت سهران مع مين طول الليل؟ انت فاني حته؟ مين اللي قاعده جنبيك؟ انت مالك؟ عيشي في حياتك، احتملي، صلي من اجل جوزك، وانت صلي من اجل مراتك عشان البيوت ما تخربش. فيوسف النجار هو واثق من نفسه، هو ما لمسهاش، واثق من نفسه انه غير قادر على الخلفة، وهي حبلت، ده حقه يا اخوانا، لكن ما قدرش يتكلم. ليه؟ لانه ايه؟ واحد من اولاد النعمة، ما قدرش يتكلم. وهي شافت الشك في عينيه، ما قالتلوش لا اسم الله عليك استنى عندك، انا جالي رئيس الملائكه واللي في بطني ده ابن الله، ما قالتش، ما دفعتش عن نفسها، ما دفعتش عن نفسها. واحتمال الالم ايضا ان الانسان ما يدافعش عن نفسه، لان الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. احتمال الالم ان اسيب ربنا يدافع عني، لكن انا لو دافعت عن نفسي ربنا ملوش دعوه بيا، مش هيعمل لي حاجه. ما دامك يا حبيبي شاطر وبتقدر تدافع عن نفسك، دع
دافع انت. لكن لو انت ما بتقدرش تدافع عن نفسك، انا ادافع عنك، لان لي النقمة انا اجازي، يقول الرب. الرب يدافع عنكم وانتم، لا مش سامع، الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. اراد تخليتها سرا، ما اتكلمتش، ما قالتلوش لا. في اكتر من كده احتمال للالم، لا ده خد اللي جايه كمان، جت تولد النهارده. يبقى البنت تحبل، وامها تقول لها ايه بقى؟ لا استني، لازم جوزك يحجز لك في المستشفى الفلانيه، وعند الدكتور فلاني اللي ولد بنت اختي. طب الدكتور ده غالي على امكانيات جوز بنتك، مش مهم. وشوف السبوع هيعمله فين، يحجز قاعه، وهنجيب كمان احسن حاجه في السبوع، ده اول ولده ليكي. يا خساره، ده العذراء مريم كانت بتدور على مكان تولد فيه، ما لقتش لا فندق قبلها، ولا بيت رضي دخلها، ولا حتى تحت بير سلم يا ولدها. دورت ما لقتش، لم تجد الا هناك صدر الحيوان يفتح لها بيته وتولد جوه الزريبه في مزود البقر. ده ايه الاهانه دي؟ ايه التعب ده؟ احتمال اكتر من كده؟ ها؟ انتوا تقبلوا على نفسكم كده؟ لا طبعا. لكن هي قبلت وقبلت واحتملت. ليه يا عذراء تحتملي؟ اصلها عينيها شايفه البعيد، اصل عينيها وقلبها يتوق لما بعد الموت، يتوق للحياه الاخرى. عشان كده المكافاه عندها اكبر بكتير من احتمال هذا الالم. زي الراجل اللي داخل المصارعه وعارف انه ممكن يتخلع كتفه، ممكن عينيه تضيع، ممكن مناخيره تتكسر، ممكن صباعه يتكسر، ممكن اي حاجة ياخد له خبطة تقضي عليه، لكنه عاوز ايه؟ عاوز المكافأة. عشان كده العذراء احتملت كتير. وبعدين طب عايزين ندور للطفل اللي هيتولد دوت على فستان حلو، على جلبية جديدة، على اي حاجة. حتى القصائص مش لاقينها، أمطوه ببعض الخرق. يبقى المسيح لما اتولد ابنها البكر اللي مولود من الروح القدس، الله المتجسد، ما يصعبش عليها ان ما تلاقيلوش حتى تلفه بقماشة. واحنا نيجي يوم عيد الميلاد بقى ايه؟ على سنجة عشرة، وتبقى كنايسنا عبارة عن كأنها معرض للملابس واحدث الموديلات والكوافرات والشعر ومش عارف ايه. وممكن يكون الاخ جوزها شماس، ما جيتش ليه يا ابني بدري تلبس؟ اصل المدام يا ابونا على ما رجعت من الكوافير، اصل الفستان كان في ايه بتصرفله عند الخياطه. ويجي بعد الحمل وبعد الانجيل وخلاص، وتعطل بيتها كله، وتعطل عيالها عن اللبس، وتعطل الخدمه كلها علشان تلبس الفستان الجديد. اصل زمايلها في الكنيسه والبنات اللي في الكنيسه هيشوفوها، معقول يشوفوها باللبس اللي كانت لابساه السنه اللي فاتت؟ ما ينفعش. اما المسيح المحتفى به نفسه، ما كانوش لاقيين له ايه غير خرق قديمه امطوه بيها. ده احتمال ولا مش احتمال؟ الم ولا مش الم؟ طيب ولدت وعدت الليله، وعد شويه مفيش، قوم خد الصبي وامه واهرب لمصر، لان هيرودس مزمع ان يطلب نفس الصبي. قوم خد الواد واهرب بيه لمصر. هنا الملاك لما ظهر ليوسف، قمه الادب المسيحي والانجيلي، ما ظهرش للعذراء مريم، ده ظهر لرجل البيت، لان الرجل راس المراه كما ان المسيح راس الكنيسه. ظهر لراس البيت، الادب يقول كده، يقول له ايه؟ قوم خد الصبي وامه واهرب لمصر. ده انا لسه والده، ده لسه الواد ما اتفطمش، واهرب لمصر. طب شوف لي كده بقى، يلا كده جوز خيل وعربيه عشان نسافر. ما حلتوش غير حته حماره، وفي ذاك التوقيت كان الحمار ملوش سعر، يمكن الكلب اغلى منه شويه. كان الحمار ده ركوبه
الحمير كانت في الشارع كده ما لهاش صاحب. فكتب حمار وهو راجل عجوز مش قادر، وخد العذراء مريم وابنها وهربانين لمصر. وطول ما هم ماشيين الجنود بتوع الرومان جايين وراهم عشان يقتلوهم. تخيل كده لو في واحد عليه حكم بالسجن سنة بيعمل ايه؟ بيهرب، يسافر بره، يروح الصعيد اسبوع، وينزل بحر اسبوع، ويرجع القاهرة اسبوع، وعمال يتنقل من مكان لمكان. ليه؟ عشان ما يتقبضش عليه، ويبقى نايم خايف، نايم مرعوب، وكل ما جرس الباب يرن او حد يخبط الباب يتفزع. تخيل دي بقى ماشية في الصحراء، في ديابة في السكة، في نمور، في اسود، في كلاب متوحشة، في حرامية، كل دول وهي ماشية في الصحراء وفي امان مطمئنة تماما. ليه؟ لانها عارفة ان رب البرية كلها ماله في حجرها، عارفة ان الله ضابط الكون كله هي شيلاه على منكبيها، عارفة ان الله يرسل ملاكه ويحرسهم ويقودهم من خطوة الى خطوة، واثقة لانها شايفة اللي احنا مش شايفينه، او شايفة اللي يوسف يمكن ما كانش شايفه. لحد ما وصلت مصر واستقرت، ارجع تاني. يا نهار ابيض، ده الواحد لما يكون عنده مشوار يقضي مصلحه ويروح يقول له تعالى لنا بكره، يسب ويلعن ويسخط، مش كده برضه؟ ودي مصلحتك انت هتعملها، يقول لك فوت علينا بكره، او تعالى بكره الاستاذ فلان مشي، تعالى انت بكره نكمل الورق. انت بتبقى متضايق، لكن دي تيجي وتقعد حوالي 4 سنين وترجع تاني، ومش 4 سنين مستقره في مكان، لا ده من بلد لبلد لبلد، وبعدين ترجع تاني وهي ايضا ايه؟ شاكره. هل يا ترى السفر رايح جاي ده كان سهل ولا كان متعب؟ ده النهارده اللي بيجي من امريكا ينام لك يومين بعد ما ينزل من الطياره 3، عشان ايه؟ قال مش واخد على الساعه البيولوجيه هنا، بمواعيد النوم بتاعته اختلفت. لكن دي يا عيني راكبه حمار وجايه على رجليها شويه وتمشي رايحه جايه، ده ألم واحتمال ولا مش ألم واحتمال؟ ها؟ ليه كان محتملة؟ إيه اللي مرضيك على ده كله؟ لأن هي كانت شايفة المكافأة التي لم يراها أحد. وبعدين الفترة اللي جاية الكتاب المقدس ما قالش عنها حاجة، بس أصعب فترة من ساعة ما أن قبضوا على يسوع، شافت ابنها بيتقبض عليه، شافت ابنها بيتلطش، شافت ابنها بيتحاكم، شافت ابنها مربوط بحبل وبيتجرجر زي البهيمة. والنبي قال عنه حسبت نفسي كبهيمة عندك، نبوءة عن المسيح اللي هيتربط بحبل ويجروه كشاة سيقة إلى الذبح، أما هو فلم يفتح فاه. وشافت ابنها وهو بيتجلد وهو بيتعرى، وشافت ابنها وهو بيتتف عليه. انا الشهر اللي فات رحت القسم عشان نعيد على المأمور، شفت راجل محترم جدا نازل من عربية محترمة ومعاه 3-4 موظفين عنده. الراجل دخل وفي الصلاة بتاعت القسم وقع ساكت مات. ايه اللي حصل له؟ قالوا له ابنك مقبوض عليه، فبيطلعوا له ابنه من الحجز، فالعسكري اللي مطلعه بيدي الواد على قفاه واداله شلوط. فالراجل شاف ابنه كده، ها؟ طب مات. فمكان العذراء مريم شافت ابنها بيتجلد بكل وحشية، وشافت ابنها بيدق في ايده المسامير، وشافت ابنها بعد ما رفعوه على الصليب رموه على وشه، وشافت ابنها بيتعلق، وشافت ابنها بيطعن، شافت كل هذه الامور، وكانت تحفظ كل هذه الامور في نفسها، وقالت كده اما احشائي فلتلتهب بالنار عند نظر الى صلبوتك الذي انت صابر عليه يا ابني والهي. يعني كانت احشائها ملتهبة، ده ألم ولا مش ألم؟ طيب وبعد ابنها على الصليب، يا يوحنا، يوحنا ده ابنها؟ لا، هذه هي أمك، ويا امرأة هذا هو ابنك. ايه ده؟ ده من نعومة أظافرها اتغربت وراحت الهيكل مش في بيت أبوها وأمها، وهي تنهي حياتها كمان في بيت غريب، تنهي حياتها كمان عند يوحنا، ما هوش ابنها. يعني هتبقى مكسوفة؟ يعني هتقعد تخدمه؟
حتى تنهي حياتك كمان بالخدمة؟ ألم ولا مش ألم؟ لكن تعالوا نشوف العذراء مريم بقى لما ماتت حصل إيه؟ جم الملائكة وحملوا جسدها، لأن الأرض لم تكن مستحقة أن يستمر فيها في داخلها جسد مريم العذراء. حملوا جسدها، ده مجد ولا مش مجد؟ لا، ده خد اللي جاية. وتذكار ظهور جسدها للتلاميذ اللي صاموا 15 يوم عشان يعرفوا الجسد راح فين. احنا بنصوم 15 يوم ونعيد على عيد تذكار ظهور جسد العذراء مريم للتلاميذ على مدى 2000 سنة، واحنا كل سنة نصوم 15 يوم ونعمل ايه كمان؟ واحنا احتفل بتذكار ظهور جسدها للتلاميذ، والكنائس تبني على اسمها، وبشر كتير يتسموا على اسمها، مريم ومريان ومريئان وحاجات كتيرة بقى، ومونيكا ومارينا، واسماء كل دي اسماء العذراء مريم. ده حتى انا اتقابلت مع واحد اسمه ميري، واحد كاهن ايطالي اسمه ميري، قسيس ايطالي اسمه ميري على اسم العذراء مريم، والاثيوبيون يسموا عبد مريم. يعني حتى اسم العذراء مريم مكرم، لانه حيثما يقرأ بهذا الانجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه الامرأة تذكارا لها. هذه الامرأة التي سكبت قارورة طيب، بس كل اللي عملته قارورة طيب، لكن العذراء مريم سكبت حياتها منذ نعومة اظافرها لحد ايه ما انهت حياتها بسلام في بيت يوحنا. يبقى مين الاولى بقى انه يذكر؟ المرأة الخاطئة اللي سكبت قارورة الطيب، ولا العذراء مريم امه اللي احتملت ده كله؟ يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. في الكنيسة بقى القداس، في شفاعات العذراء مريم، والمجمع العذراء مريم، والأجبية صلوات العذراء مريم، والتسبيح العذراء مريم، وكل يوم الكنيسة عندها الدكسولوجية فيها العذراء مريم، والتأودقية العذراء مريم، والإبصارية العذراء مريم، ومدايح وترانيم للعذراء مريم. عشان كده العذراء مريم استحقت هذا المجد واستحقت هذه الكرامة، وكما قال عنها الحكيم سليمان: نساء كثيرات نلن كرامات، تعليتي أنت أكثر من جميعهن. نساء كثيرات نلن كرامات، تعليتي أنت أكثر من جميعهن. ليه تعليت أنت أكثر منهم؟ ليه أنت خدتي كرامة أكثر منهم؟ لأنك منذ نعومة أظافرك احتملت الألم. لأننا إن كنا نتألم معه، مش سامعنا، إن كنا، لا قولوا معايا سمعونا عشان ما ننساش، إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه، له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين. بنشكر قدس أبونا قسطنطين، ربنا يديمك.